انطلقت فعاليات مبادرة إيد واحدة بمحافظة سوهاج ضمن الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وفي محافظة سوهاج قام متطوع مؤسسة حياة كريمة بتوزيع سلع الدعم الغذائي للأسر المحتاجة لتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون. وشمل توزيع السلع الغذائية قرى أولاد سلامة ونجع النصرة ونجع الغلالبة ونجع الجزيرة وقرية الصلعة والنجوم والنجوع التابعة لها. المزيد في تقرير الزميل محمد رفعت. انطلقت بمحافظة سوهاج فعاليات مبادرة إيد واحدة ضمن الحملات التنموية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا. النهاردة احنا في قرية ولاد سلامة مركز المنشاة بنحاول نوصل الحاجات المساعدات الإنسانية من الكراتين للحالات الأكثر استحقاقا بعد عمل أبحاث اجتماعية وبعد عمل أبحاث ميدانية للحالات ودراسة الحالات الأكثر استحقاقا. النهاردة بنوصل لكل بيت ولكل حالة مستحقة لحد باب البيت، بنخبط عليها وبندولها الحاجات الهدايا بتاعتها. والنهاردة بصراحة احنا مبسوطين وكل المتطوعين مبسوطين بالمبادرة دي، لأن المبادرة دي هدفها الأول والأخير المواطن للحالات المستحقة. والنهاردة احنا عندنا مجموعة كبيرة من المتطوعين موجودين على مستوى المركز، كلهم عارفين الحالات والمستحقة والأكثر استحقاقا، بيوصلوا لحد باب البيت لكل الحالات. والنهاردة المبادرة مبادرة إيد واحدة من ضمن المبادرات اللي تمت في مركز المنشاة. مركز المنشاة من أكثر المراكز المستفيد من مبادرة حياة كريمة، عملنا أكثر من نشاط وأكثر من فاعلية وأكثر من مبادرة في حياة كريمة. حياة كريمة ليها دور فعال ورئيسي مع المواطن وملموس ومحسوس مع جميع المواطنين داخل مركز المنشاة. النهاردة في قرية من ضمن القرى هي قرية ولاد سلامة، جميع المشاريع وجميع الإنشاءات تمت في حياة كريمة، كان لها الدور الأول ودور أساسي مع حياة كريمة. حياة كريمة النهاردة دخلت على ولاد سلامة، عملت مجموعة من الإنشاءات، عملت مجموعة من المساعدات. مش أول مرة ننزل ولاد سلامة، احنا نزلنا مرة واثنين وثلاثة في أقرب وقت من أوقات قريبة، مساعدات غذائية في رمضان، توزيع لحوم، توزيع مساعدات كراتين، توزيع ودخل تجهيز عرائس في ولاد سلامة وفي كذا قرية من القرى المجاورة. النهاردة مش هدفنا بس ان احنا بس ان نوصل كراتين وبس، احنا بنعمل ابحاث اجتماعية احنا وبنعدي بنشوف الحالات المستحقة بحيث ازاي نوفر لها مش مساعدات كراتين بس. احنا النهاردة بننزل ميداني بنشوف الحالة محتاجة ايه، اللي محتاج تجهيز عرائس، اللي محتاجة اعادة تأهيل المنزل، اللي محتاجة توظيف، اللي محتاج أي مساعدات. احنا النهاردة هدفنا مش بس ان يعني نقف كده، احنا هدفنا توصيل المساعدات لحد الحالات المستحقة. احنا نزلنا النهاردة قرية ولاد السلامة لتوزيع المواد الغذائية، ونزلنا النهاردة عشان بنلقى على الأسر السرور والفرحة. والنهاردة الأسر مبسوطة مننا، وإحنا جيران حياة كريمة بننزل في كل مكان وفي كل قرية. قرية ولاد سلامة مش بس النهاردة بننزلها من كل فترة والتانية يعني، وبمبادرة كلنا واحد. ونزلنا وطلعنا قبل كده مبادرة راجعين نتعلم لدفع مصاريف الطلاب في المدارس، ومبادرة يدوم الفرح لتوزيع الملابس للمقبلين على الزواج. وجدعان حياة كريمة يعني ما بيبذل قصارى جهدهم لسعادة المواطنين في كل مكان. يعني احنا النهاردة جايين مبادرة ايد واحدة عشان نوصل للأسر الأكثر احتياجا، بنوزع مواد غذائية. طبعا دي مش المبادرة الوحيدة، كنا شاهدنا مبادرات كتير فاتت زي مبادرة أنت الحياة، زي مبادرة فاليو لتدريب الشباب. احنا بنستهدف جميع الفئات مش بس الفقراء والمحتاجين، لا، وتطوير الشباب برضو بنستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، احنا بنستهدف جميع الفئات. ودي شغلتنا احنا كمتطوعين في حياة كريمة، ان احنا نوصل للأماكن الصعبة اللي محدش بيوصل لها. تأتي الحملة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، باعتبارها جزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. محمد رفعت، طيبة.